يعني اعتقال كان يعني مش هين. الاعتقال ما كانش زي اي اعتقال يعني في الاعتقالات السابقة، يعني مرينا في ظروف يعني في السجون، ومرينا في اعتقالات ما قبل اللي هو بالاعتقال، كانت الظروف مختلفة بصراحة. يعني هسه الظروف في داخل السجون يعني مأساة حقيقية، مأساة إنسانية ومأساة حقيقية داخل السجون. اللي بتعرضوه الأسرى يعني مأساة، بالفعل من مأساة داخل السجون، من ناحية الضرب، من ناحية التعذيب، من ناحية الإهانة، من ناحية تجويع الأسرى، من ناحية الأسير. لحد الآن من بداية يعني هاي الأحداث اللي قاعدة بتحصل لحد الآن، الأسير ما شعرش، لا شعر في دفى ولا شعر في جوع. يعني أسير إنه مقبل في إيديه، مقبل في جريه، في إيديه في موجود كلبشات، في إيديه في جريه كلبشات موجود، ويتعرض للضرب فوقها. يعني بصراحة هي كانت يعني مأساة يعني بالنسبة للأسرة، يعني ما مرتش يعني من زمان. يعني كنا نسمع عن هاي المأساة في السابق، بس من وقت الأحداث اللي بدأت كلبت إدارة السجون لمافيا داخل السجون. إحنا من بداية الأحداث طبعا الإدارة أخذت إجراءات بحق الأسرة، ضمن هاي الإجراءات إنهم سكروا الأقسام على الأسرة، ممنوع إنهم خروجهم للفورة. فالأكثر الأسرة يعني أصبحوا في زنازين، أصبحوا في زنازين داخل الغرف، سحبوا كل مقتنيات الغرفة، سحبوا كل الملابس من الأسرة، سحبوا كل الأكل الموجود عند الأسرة، حتى الكانتينة الخاصة الأسير هو نفسه، يعني الأسير هو نفسه يعني كانتينته خاصة، يعني أكله وشربه هو من كانتينته الخاصة. الكانتينة الخاصة كمان تم مصادرتها من مين؟ من قبل الإدارة. بعد إحنا تقريبا فترة يعني سمحوا إنه يطلع بعض الأشخاص إنه موزعوا الأكل اللي بيجيبوه للأسرة، يعني وزعوا على الأسرة. فيوم الأسرة يعني بعد شهرين انقطاع طويل إنهم التقوا في بعض، فكانت هذه المفاجأة كيف كانت، يعني تغيرت ظروف حياتهم، تغيرت ظروف أجسامهم، تغيرت ظروف صحتهم في من الظروف اللي قاعدين بمروا فيها. رغم ذلك الحمد لله رب العالمين، الأسرة يعني صابرين ومحتسبين، وبيستنوا يعني إن شاء الله بالفرج إلهم، بيستنوا الفرج لأمتنا، وبيستنوا الفرج لشعبنا، وإن شاء الله رب العالمين إن الفرج يكون قريب إن شاء الله للجميع إن شاء الله. والله صحيح الفرحة ناقصة، بس الله يفرح كل أم وأب مثل ما فرحنا إحنا، يفرح الباكي يا رب العالمين، وهونها على غزة يا الله، كل مثل ما فرحنا إحنا يفرح باكي أهل الأسرة، الله يفرجها عليهم يا رب العالمين، وفج أسرة للجميع إن شاء الله. لأن الصحيح يعني فرحة لا يعني لا تصدق، لأنه بصراحة الواحد ابنه بعز عليه. الله يفرج عن الجميع يا رب العالمين يا الله، مثل ما فرحنا احنا يفرح غيرنا، يفرج عن أهل غزة وعن الجميع يا رب العالمين. كثير تخوفنا عليهم في القصر، والواحد ظل يفتش شو بيسووا فيهم، يعني شو خصهم هم الأسرة تسووا فيهم هذا الضرب والقتل والشرب، ويحرموهم ويضربوهم. يعني الام قد ما يتون يعني بتضل خايفه على ابنها. وزي اخر مره يعني قد ما طلع معي انا رحت على الصليب، وتمنى سبحان الله العظيم يعني نسوي اشي للاسره، وما شفنا اي نتيجه. يعني يوم شفت انا كثير ندمت حالي اللي رحت هناك، يعني كنت دشرت رب العالمين وجاي لهذول، يعني الناس مع اليهود اصلا كلهم ضد الأسرة، وكل ضد فلسطين، وضد العالم كله متبعين اليهود. يعني أولادنا لا دارين عنهم في جوا القصر، لا تلفون، لا حد يطمن عليهم، لا ولا أي إشي. ومن غير الدعاء يعني لهم الله يرضى عليهم. وكثير كثير يعني بكيت خايف عليه، وأشوفه في الحلمات الله يرضى عليه، وظل